مصر ايا وحا اي شاكتاي ان دل اهان اي لاذهاي حق اي كو قادي كارتو تلابوين كلاغاما مارمانكا او حقي جنت بتقبك بيهيدا سببو لحرير بيحرينكا اي توبيا كالستاي وبيغا نيل حكومة قاهرة ايا ارين تاسو حايكو شاكتاي ورقادا يودرتاي قولها امانكا جمعية دقرومها كرد حيسا تاسو او قري وزيركا الرماها ديبدا دكتور بدر عبداللاتي وزيركو وحاو كوشيغي ورقاد داس لو قري قدوميها قولها امانك احدي ان مصر اي سنسيب بوحدو اقبالين سياسة دا قدومينتا اي بيحرانك سيدا كوحوصان وراغدا لحي اللواتن كي اغوستا يا رئيس الوزارة اتيوبيا وحاو شاعة كقاضي بوحنتا كوباد اي هير كشاناد اي بيحرانك يهو القلينتا مشينا دواوين اي سدحاد اي افراد أرين تاس أيام مصر كعريسي سيوحان أيكو تلمامين تلاب شرعي دراء وإتوبيا يسكيدو قادي دولة مصر وحا قرالك أيكو حسطي إن مصر أي قبي أهام بكو تيرسنتهي بيها وبيغا نيل وحين كو تلمانتي بوحينتا إتوبيا أي بيه حرانك إني تاباني سجيرتان كيدا وحاي إنتا كدرتي إن حكومة مصر أي ديارو تاي واسيدا أي هذا الكوليكتي إني استعماشو حق الدفاع إدى إلى لنت حقوقها يدناها ضدك مصر سوى فقصا عهدك قرامد مدوبي مصر أي وراغ داس آتك وأدك قدرتي قولها أمانك قرامد مدوبي كدب مركي إنعك لأي حيستك صلبك على سيجيسك أفريكا تاسو اللي حرير تعيدنك أي دونيسو إني صوماليا كنتو كينيس تعيدنك أي دبجوك تهشيس ملتري أو أي ودقارين صوماليا إيا مصر لابد ديارة دود أو أهكوة ملتريك أو مصر أي لادهاي أي تضباطكي هوري وحايسو قارين مقالة مقدشو كواس أو سيدي سراكيل يقلب ملتري لكنسي وحش الرحادة أو انتا دافسيسان لغما بحن حريرك إتيوبيا إيا صوماليا إيا حمادي تن إيا مركي حكومة دا أديس أبابا أي شيسك إسفهم لسحي حتي صومالي لان هورانتي سندكن خلافك بيها وبيغا نيل ee isku hayaan Ethiopia iyo Masar ayaa ka bilowday 2012kii wabiga Niilka ee buluuga ah ee ku yaala buuraleyda waqooyiga galbeed ee Ethiopia halkaas oo 185 ay ka soo qulqulaan biyaha wabiga Niil Masar waxa ay sheegtay in Ethiopia ay mashruucan hore u sii waday ayada oo si buuxda isaga indha tiraysa danaha iyo xuquuqda dalalka hoose iyo amaankooda biyaha dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in lagu ogaado sida uu biyo xireenku u shaqeeyo iyo in lagu aamiyo inta ay la egtahay biyaha qulqulaya ilaa iyo Suudaan iyo Masar ayaa burburay bishii December ee la soo dhaafay muranka wabiga Niil ayaa laga yaabaa inuu si wanaagsan uga dhaxmuuqdo Soomaaliya waxaana taas ka digay Dr. Hassan Khaninje oo ah maamulaha macaadka Horn International Institute for Strategic Studies waxay keeni kartaa in Ethiopia iyo Masar ay ka dhashaan colaado hoose oo dowladood haddii ciidamadoodu ay ku kulmaan xuduudda Soomaaliya ayuu yiri wada hadal xal loogu raadinayay oo marar badan dhacay ayaa iyagana natiijo la'aan ku soo dhamaaday